يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكنبي سيدي كلمة مرك لا إله إلا الله ومسألة وين وأباهن فهن أباهن يو علمي يو يقين يو إخلاص يقرق أباهن بخلاف ما عليه من يدعي العلم ولبا سكدوا لوفسره سيدا أيدتك علمك الشيغان يما أنت كسو غنيهين يعني شيخ عود رحول هيا قوله قبورين تأها قبور تكد وافة هيا أما إلهي غير كبري هيا أما أموات دبتاقنا ومع ذلك حقا أهدنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تغنى أكد واقع هيا معانيه بيسان فهمين ينحرك الفادي بيعرفك لدعا هيا الرابعة أن أبا جهل ننك أبا جهل يا هذا ومن معه انت لسعتي يعرفون وحيقرنا يعني مراد النبي النبي مراد كوكالي هي اما قصد كوكالي هي اذا دخل قال للرجل قل لا اله الا الله فقبح الله ابا جهل من اعلم منه باصل الاسلام وشيخ لي هي ان ابا جهل ومن معه ابو جهل انك لسعتي عبد الله بن ابي اميه يا قريش با يا عربا وحي قرن جرين مراد النبي نبي محمد اجدد وكلها يدنت وحي اجدي اذا قال اذا دخل امرك اوغلو قال للرجل قل لا اله الا الله نبي امك روح النفط قد قايس او تغ اديركي ان ابتغي انصاريا وليرو يهودي ونبي خدمين جري ايو نبي انت وحي كو يقول قل لا اله الا الله ويلكي راسو النفط قد قايس او مركا حنونسن وإن نبتو إذا كان بحب النبي حكوي يقول لا إله إلا الله أبيه وكر فد يهودي أها وقال أي كر في ويلك بمعنى نبي كم يلاوي يهودي وضي وقرن يا نبي حق تاجيها والرسول إله هي والله صادري يهودنا إذا بدري حسن نما النبي قودي دنت وأوجه ويلك يسمرك إنه بد باسود دون هيا وحور أطيع أبو القاسم أبو القاسم وحكوله هي البورك أجيب قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بقول أنت نوح ولا الحمد لله الذي أنقذه من النار إلهي النار كبد بادية ما هذا سكله أبو بكر عمر بالله الله حور يهودا كعيري ويل كقادة إنكم كنت كذا وروح مسوا أنت قبور تمسيمت أنا قدرة إذن قريش ويتقان أي عربي نبي وارد نوح أوجد إن سناهين لفظ الغرة واقع لكن هو هاي وارد دين تلوص وقوله معنا وين حمبارسن شيخ عمر قبحور فقبح الله إلى يهد الله دفنا قبح ذو من أعلم من فقبح الله أبا جهل من أعلم منه بأصل الإسلام باني قرآن مركب حشيخ أشيدا يعني إلى يهد الله بوليها من روح أبو جهل نك أبو جهل ياض وأعلم منه كأقوم بدنيا هاي بأصل الإسلام يعني كلمة لا إله إلا الله سدو أبو جهل فهن زين هاي dad baan baan u fahansanay Abu Jahl wuxuu u fahansanay marba way dhahdo ku dhawaaqo in shirki oo dhan uu banaanka ka tagay oo diinta tawxiidka uu ku toosahay oo Ilaahay geyrka aan la baryeynin oo aw iyo awli iyo sayid aan laga daba wareegsanaynin oo toos u baxayso Alla kaliya aad caabudi ajal alihata ilahan waahidan in hada la shayun ujab innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun maana yaqane لا إله معنى ذي يقانين يا إلا الله وحده بيقرنية إذن أصنامتي يا اللاتي يهبل يا عزة يا وحى أصنام يوحى إلهي غير كلا بري يجرؤن إن لقد تقوي حقي الله هذا ألا كلي هلا هذا بري يتوكل يتلصار شيء الرجب الله الأذن يتيقرنية ساتي أديدين وحيد إن هل إله يلي مين بقول بمن هي سنية مد قرية النبي وكا يلي مين لكن نصيب ضره ما أنت وحد أركي سابه شيخ وكليه نين أبو جهل سدو أديد التوحيد كان أديدن كرواق وردن ولا إله إلا الله له محمد الرسول الله له أو كور دين هاي أو كن توحيد مالك إنه كور دين لغيام ومع ذلك شركي كل حاي أو قبورت كل ضوافي أو إلهي غير كبري أو عسكن أو معنسن أو ييرن أو قيلن حقا أنه حكوله لا إله إلا الله أبو جهل ما مرك الله بوضوضه كفهم في عن مك الله فري وارد فهم كذا كلمة لا إله إلا الله أبو جهل مركو فهمي معناه حمبارزن تيبو ديدنا كل واق كفرا وعنادا
لكن روح مسلم كا ما أنت شركة كده عاية يعني كلمتنا وكده وقوة أقبلي كرهان لكن معنى هذا اسمه فهم سنينه واحد دي دنيا الرئيسي بوكو أقدام هيا بكو نقها هيا يكو نقم هيا تيب الشيخ وكو الشيخ فقبح الله الله دليه ويمن دل أعلم وكأقوم بدنيا أبو جهل أبو جهل منه حقي سنينك روحك له بأصل الإسلام إسلام كأصل كذي أو توحيدك أصل الإسلام هو توحيدك إلهي هدو الله يشوق كلية روح أبو جهل دينتي هي أصول الإسلام كعقيدة وكأقوم بدنيا الخامسة جده با كتيرا نبقى دذال كيسي ديرات كابا كتيرا وكو دذالها هي صلوات الله وسلام عليه إيه ومبالغتك حليرات كيسو كحليراني في إسلام عمي هادير كيونو إسلام أبو طالب نبقى إن بلنبو ودوين دير يكوا قاما بأمري إنو دين تا سوغلو. طيب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وركي لتقنا ينوي وحيدي جرين نين شاعر وقبياء وحنونصر ورسن وحيقو اسكو در درمضي ميان آله هذا الندي أغد تقينا وحالا معنا كوا ما أنتو كورونا ياي ما نمان يريرو هذا السور عليا وضحيق سن بانو سادات في أوليد أغد تقينا يعني نفس الشيء وي ولي قيد برقن كرقن لا يقاني وي. طيب السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه وحاكسوا كان حديث كان أين صوم الرأي إن لقول ردنا يو على من دول زعم الشيء إسلام عبد المطلب بعض الإباحيين والقبوريين بعض المتنطعين بوحي الشيء يعني وإن عبد المطلب يا أبو طالب يا قريش تهربا وإسلامين إنس إسلام وحاكو دليل وي أبو طالب مركو توحيد كديد محويلي وحان كل من هيام الدين عبد المطلب أنا على ملة عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب إذن ملة عبد المطلب والدين خلاف سن دين النبي محمد ويلك أذيركي ويلك أذيرك يا أوجيري محمد وأصوغ أذيروها أبو طالب أذيروها إيو الدين تأوجي أبو طالب عبد المطلب وأكل الدوان تاي إذن أبو طالب يا عبد المطلب يا أوجياش النبي محمد قال لي شركة بكل دنتين عرب وحي هايد بقى هايد. طيب حديث كان أكو عدنا ده هذا سومرين في الصحيح يو أسلافي أو ياشي يضطك إسر كساء هبا يكهري دقيد ووليد. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له وحاكتره النبي قد بداف أديرك أبو طالب ألا أوي ديستي إلهنا أوسن كيالين بل نهي وولا قرر عن ذلك أرنكاس دم بداف كان لقاق بل إسكاب الدائي نبي قو حالي هو دواني ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى سيد منافقين النبي مسجد كود اللي ودي دينه التقوى لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الثامنة وحاكترا بابك السؤال صوم ريما ضرة أصحاب السوء صاحب الله حن لبك أيوقي سنيا صاحبك يعني نحن هذا الله صاحبته وكل ماتي وكل خربها هي. إذن أبو طالب كركارك وحاوي وإداري صاب إنه أنقض إنه دين تقادم وياه توحيد كنا وكل واقع وياه. أبو جهل يا عبد الله من أبو مية نمن كي جرب فدي إله ما يهيلي دين تأوجها كتجين دين تأبها كتجين ويل كي يري محمد هيلين لك تلاقها أوسينين نمن كي قدم هي جردم هي نمن كاسا خربي أبو طالب سي خرب مركز صاحب كحوني جد حن بكور سيد إسكا إلالي وي وركو ورس كعدو مضرة أصحاب السوء صاحب الله حن لبك أي أوليهين صاحبك يرداوع يوقيسان هيا يكسو قنبو رشيقه على الإنسان روح ابن آدم كا إلماها يركع بو نبقو نوشي دين تيس يدقن كيسا وحاب بدلا لبدا والد حن حن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني وفي رواية أو يشركاني. إذن المهم مركو دشو حكور لنها يا مسكح فريشة يعني بوغ مرنبوتا فطر دي سئية اسمه سئية مسكح دي سوحي كور ركور قريسان تا ألا إنو عابدو إلهين أو كعبصدو مركو حدو خناقادو هدي والد كوفراه كقو إلمها آن بيئة منحرفة إيو بلشخ ريبان يضم مشركيون وحن حن وساكتو نحب حواتو سايا لكن معالي الحمد دادو قيسو انتا دسكول قيسا لغوصو آخرية جيسس يا وحي قال شغل كل هذا الغصو آخريه أوردقن حلوسه ميريه قولي هذا إلهي عربو ليه هاي شابو كربان ما أنت إيش جاك هاي مديره
حنوسان دلنيرا الصوماليات كميدا يوحولي آيات دي إفسر قول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إلهي آيات محشيكيسا إنو إلما ليهي وويل ليهي بيشيكيسا يعني ووح لك قصو أخري يسكولك عروتي ولا مسكحة لك بدلية إذن لبدا أبها دي يهودي هين إلمه دي يهودي بيكدقا هيا هدي النصاري هين كريستان كريستان بيكدقا هيا هدي مجوس دب عابد أه أي هين وكدقا هيا أو يشركان هدي مشركين هين مشركي قلن هيا ilmu muqdisho shay Soomaaliyeed wuxuu ku inda qaaday hooyadii oo qabri ku dhawaafaysa arar ka soo qaadanaysa iyadoo Cabdi Qadir Baryeysa iyadoo uu hebel u leh iyadoo aabahood cuskanaysa iyadoo ayada cuskanaysa ilmu natiib ku aan qaraaya nafsa shay hadii laakiin bay'adu iyo bulshadu meesha ku nooshay meel wanaagsan oo tooxid ka socdoon aqaa'id shirkiya baqti aan la eeda ilmu waa hagaagahay idan taas waa in aadi aad almaru ala deen khaliilihi فلينظر احدكم من يخالل حديث كهابا كتوسها عند احمد هي غير كذا صحيحها روح ابن ادم ك اما حسن ك على اقل تقدير يعني روح ابن ادم ك روحك ليس صاحبك ايو يو كو دقن نقنيا صاحبك صاحبك كلا ايو كو دقن يحي كو دين يحي شمبر شمبر شمبركي ولا دولا وهي اذا وحا ويا مركا جنكا اي جنبا وي كو دوسان بالي روح كوتشين هذا كله إيجاز كفعتهين يجنب ويخذ وف صدان أساس من جالس جانسا إذن وإن لسك إلى ليه التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر وحكوتشرة نبكى أيلاد هي وين أنت اللي وينو الأسلاف ذلك كاهر رئي أو ياشا يوال أكابر كوا وين أقاسيها بقرضة دقيدة يعني ذلك لو عند الناس كوا وين أما الدأهان كوا وين أما أوي إسر يفعبك وجرة أما هذا كور بكاه الرئي هذا يضحون أهاينا وضحون كو قلن وهلس ورصد يؤبت كوني وضع مرة هلسوي مركا ذاتك واوين يدقيده الرئيسي يأبترك الله هيد يوداديه كاه الرئي هذا يوضحون كو قلن إن أتكلي حتى يوالكت مركا نبكا يوجي سنكران جيلك يبلو شدا هذا يضحك هو رأي يضحون نقدين أما حمايين كو واوين أي خرمنا دان وضع كل إحدان dib weyn bay u geysanaysaa jiilka ka dambeeya faca ka dambeeya al-ashara tatabnat ash-shubhatu lil-mubtilin fi dhalik shubhada shubha ugu jirta way yaani waxa lagu tusay ash-shubha waxay ku andacoon hayaan lil-mubtilin dadka baatil doonka dadka baatilka doona ku shaqeysta fi dhalika fi ta'dhim al-aslaf wal-akabir shubha ugu jirta dadka aan xaqa doonaynin ama diinta aan rabin waxay ku andacoon hadii koor حجة يكون شيء جن سادت ككاه الرئي أيو خل درانك أنا وصحن عن كرتا وحنا كويدي شلا ضلته ولا شو بتشري هذا اعتمادين إنك بودا جام بالأردن سان أمة دي تكون رسمية خرب نيت وحنا بقولوا قلوي نعم أبو طالب وحيد هذين على ملة عبد الله أبو جا أو كاوينا أو كردلي أو إزر كادي أو بيز آتا يا كل عن هوش مركز تقليد كنوع عاسة ولقى إسكالالي يعني لو قط دين ولا جاجه الرئي ummad ba ka hormartay sheekhebel oo weynaba hawshan laga soo gaaray awyaal iyo abootooyin yaa lagu wasir waxa tirada miiska la saaro maxaqba wa xaqba lagu qanciyay xaqta itusa waba nin Soomaaliyeed baan anagu ku xal doodmay nin aad u aqiida xun baa waxaan jirin ba aaminsan ba wax lamida aan arag su'aal baan weydiin waxaan ku neeri wax mabda aan aaminsanta wax kugu taageersan ma jira markaas wada hal nin oo Soomaali oo Chili la igu sheegay ba jiray buu mabda'an 25 sano ayuu umad ugu yiraahay wax igu raacwaan waayay hal nin baa la igu sheegay Chili inuu joogo hadaan meel aan u maran helay ninka u tagi lahaa buu almihim waxaan uga dan leeyahay markan cabaar doodi wadnay baa waxaan noo muuqatay kufriyad fara badan inuu ku jiro xagga uu ciinaaday waxaan ku niri gaal ba tahay murtad ba tahay in lagu dilana banaan markaas wuxuu ruu waa suura gal inaan gaal ahay laakiin uu qanciya yani waxaan uga jeedaa waxa inuu xaq yahay waa suuga lahay uu qancita waa in loo baahan yahay waa shay muhiim ah jiddan asoo gaalnimu ku dhagaaday oo ku adkaystay adiga marka lagu leeyahay waxan waa xaq waa lagaaga horeeyay kana sameeyay hebel baraacay waxa tirada macquul weeye aba inuu khaldanaan jirina waa macquul awuga inuu khaldana waa macquul inay cala xaq ahayna waa macquul suura gal wey laakiin uu qanciya waa in baraahinteeda loo kusiyo شرع وقاعس ولا يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين عضي وإن له هلو مركز شبه هذا وشبه إليهم بالقليها باطل كتاقا في ذلك في تعظيم الأكابر
والأسلاف واستدلالهم محاية إلى حقيقة قتر تشبهه لاستدلال أبي جهل. أبي جهل با حجيستي بوري بذلك يعني بتعظيم الأسلاف والأكابر وحول على ملة عبد المطلب. مركو أبو طالب لها وحاكوه الرئيسي محال لقوح وحين هي أبو طالب وحال لقوح عبسين هي أترغبوا عن ملة عبد المطلب ورمدين تآبها بات كتقي مع عمر هذا السير دي من هي النفط بقوائزه أبو طالبو مدين تأوغا يا أوياشا بات كتقات عصر كان اللي لها ما يبور على ملة عبد المطلب يكون نفبح إذا نار باقو واحيس وركو ورسك كوبان ويمرك هوشا أوياشا اسكا إلالي يلا قمرين. الحادية عشرة الشاهد مخاطبة كتيرة كتيرة لكون الأعمال أعماش إن لقي إيجا هيو بالخواتيم جنانتك ماشت كل مط حسن الخاتم إله النصية وحال سوش قيني سو رم بهدي أذ مرك دمانة يسو يحل قاد وسود ويهي بقاد كل حتى بكبر يدشتك ونك سنة أذ حمان كل مط حمان تاد كل مط إن با يا إسكال حكم كسكال. طيب سأوصل في عينيد با واجد ما فرح لقى قاد أذو مرتد ومنافق ومشرك نف بعضي شرك مشرك قاسة. طيب إذا مرك عملك بين آدم كحود أنت أنت وضم بيسوي جنانك قدم بي مرك إلهي خاتمه وناس ممدة هكود يلو إن جنا كوه أنا قاعد يقول إن شاء الله تعالى لأنه لو قالها محايا لي بروشيخ هادو كلمة كنا واقل أبو طالب سوق مشرك أها أو كافر أها أو قريش يرعي عبد المطلب كدين أها ما نكون نبي يقولها أديرو كلمة يقول رواق وأكبري هياي هذو توحيد سن لها محود من لها أسوق مؤمنة مسلمة. الأعمال بالخواتيم شرك يسهري يا كفر يسهري يا قال لما ظهري وحبلك ما سوق قادر توحيد كادم بيه وكل دنتي بلا تحجن لها لأن فعد وينفع لهيد وهذه لما روح إن مركا أبو طالب أي أن ودقيريات بهيم ويل نفط أي سنحينه سنحرار وين لأن الروح هذو حرار وهل كان نفط أي تماضه توبت ملها وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن كاس عن مش ولا الذين يموتون وهم كفار. وحكى لهم معقولة إن أبو طالب نفط أي قد قايس لكن هول خاصة ونبي محمد لغو شرفها يا آية هيدو حتى حلقة هدو كنا واقع لأتوحيد كان لقاق بيلها بمعقول أبو طالب حال أبو طالب جهد بدن يدلال ديراد النبي قوقي سيدين تنكو دفاعي. طيب صادرت آخر ردتك قال لي العذاب هاي ننكو أقو عذاب يروي انت قال الله الشدي إلى النار هاي أبو طالب أقو عذاب يروي بشفاعة نبينا محمد بان النار تلقى تخفيف لقى صوب بحنم هاي هو أهل النار هو مشرك وقالوا هاي لكن جهد يدلالك ودين الإسلام هو أقو يستي ينبغ أقو دفاع هاي بان النبي صلى الله عليه وسلم إنبغي إله أبريو نار تلقى خفيف هاي أسوى آمن سن إنه سنجر أدونك وحصا كنا كعذاب كل نار الله خفي في صدق كذا لقد ماي هاس مجرد الله صاري على علىها وحأم من سيابو طالب نأسا كعذاب وين إنه سنجرم لأنه نار ملقى بملك. طيب بركة هنا خصوصيا نقول له قصائص أي نقول له إنه معقول هنا أضو حنوسنا عايز كذا حنوسنا أولي نفط أي سكوا قوان قدرت وحشتنا دوا قوان فعايا. الثانية عشرة مسألة الله بيتمناد التأمل إن لا روحه ولا دكتاه كتيرته بوشغله فيريو في كبر هذه الشبهة شبهة أن سيقوه ينتهي بورقام هالشبهة إن لو وينيو لجهي بيجتو ضد كاهرية ووينا يدقيدة يأوياشة وشبهة ذو وينوي وضيق وياه الكي إن بدن سواه يستئون وحي الصمال كل رقم كتيرتي أما هؤلاء إذا كوا يشي تاكو عمر ذي مالك اللي جاء لنا وحن وحن ويه ورضي وحن وح كرم ماها وردين تواتا والمسلمين ذو حق بيكل لحدين ورواه خرم خرمني وطريق النام حد بيكفوا قادين كان صحن ميدان قاتا روح إنه هو شاكسه قا وأذكره واساس مبدأ حن حتى هذا تقصو وينات مبدأ اشتراكي هذا تقصو ويناتي ديمقراطية قالنا ماذا كلا إن القاتا هو تانيس يعني حتى مذهبت كفر قا الحادي قا روح قبضت مي إن بدن أسوه وذي أما اللوجه الرئي إنه كن قاي وأذكر إله إنه نحرسه موين مركا إسك إلى لوي وهول وين وين هول وين وين في قلوب الضالين كور دونسن قلب قاضي وأنه هذا هوش وقوة انتهي إن سلافتي أكابرتي أجدادي كهري أضحر ما يستو لأن في القصة قصة هذا أبو طالب وحكوا كرته
أنهم أيجوا لم يجادلوه كل ما يسندوا النبي إلا بها إلا بتعظيم الأسلاف ولا كابر بكون النبي توحيد كله دول استاج أديركي أيوه حلوسوا استاجين إن أو يأشي يدقيد وضد أن لقال لحن أترغب عن ملة عبد المطلب وفرس دليل كي حجيزن هيان أي أبو طالب حق كوة إدارية وحاوي نبي أنا كود دخلين كود دنايين ما ذو عمري أنا أبو طالب وكل حن دينتي يا أو جا دينتي سي أبو عبد المطلب أها مع مبالغة النبي قصوه كحل الأرض كحل علي يو التكرير يكون نقي وكحل علي هذا كأسقى فلأجل عظمتها وين كأي وين تها شو بدأ يدأ يوضوح عضين عضانتي عضة هاي بولس بنان كاسكتها اللي عندهم عند الضالين والمشركين يقتصروا كون قابصدين عليها على شبهة شو بدأ أه إن دتك وين يدتك كاهر يا عرب أي حرمة يسه أو يدتك تشعليهين حتى أوجها ضحمة قال يا أوجا نقيم بضم بوها كانوا كلا تورج لكن أنا اللي بحسن كتابتو أه هلي بوها واد حقو واسع واسع من نقنس أتكون فرحيس روح بين آدم كاو تشعلي هاي إسر كيسية أبتر كيسية ميشو كيمت إن لو بمبوني هضيب أمد هقامين جرين الدين وحيش كوش يكون رقم جرين إن وكل يحلوا كو ألقت حتى هدو كل إحنا إلا عاية ما أقول وحلق الشيب إذن ما دام عرب تقاني تعظيم الأسلاف إن لقاه يبي صدقيني أكابرتي إسر ذي إيو ذلك كاهر يا الله حرمي أقاين بيكود دو ذا هايون أبو طالب من حق كاقور استاقين حجة كلام ميسن شيئين وحنا ولا سو يستاجين مدينة أوجا مدينة ريركيني مدينة قريشات بتكلى حن عمرك إذا حجة وين وين إذا وين لا يسكي إلى ليه باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين بابكم باب مهم وين وحشيخ ولي هاي حباب يوحي كجمد أن سبب كفر بني آدم بني آدم كو سبب كي قالوا بين يو تركهم دينهم يا سابك الدين تؤقت تجل أوقف قادين هو سابك وحوي الغلو إن لو حد قدبه في الصالحين هذا كصوبا أول كفر في الدنيا كان أول شرك سابك وأها وين هذا كإلى لسه هول وين وي كفر يا أبدا يشوف هذا أبدا لله رستادات كموحدين توحوي أترغب عميلة عبد المطلب شرك وأهر دعية في الدنيا كان عينا وحي كل قلها أمد مسلمين وكو حد قدبتي ددوا ناسنا أهل خيرا روح أهل خير كي صالحة هذه اللي بمبون يسيد الله وضو إله اللي عابدون نقون هاي وانا مركز كي إله اللي سوي وقول الله تعالى عز وجل يا أهل الكتاب هو كتابك اللي سييو لا تغلوها كو حد قدبنا في دينكم دينتنا لا تغلوا فعل في سياق النهي دعي عمو وحو عميمها يا جميع أنواع الغلو حد قدب كستا غلو هذا الوشيق وحاوي ومجاوزة الحد المشروع في احترام الأكابر في احترام وتوقير العلماء واحترام وتكريم الصلحاء يعني ننك صالح وناكسن ننك عالمك ننك أضيق أهل خيرك ننك صوبا احترام شرع وقلي هاي ياجرة من نوع مدان لأقلي إن الثلانتو سيف عن أمر حبيسي سود ويسو وحي حقي وناك أتكاقاتو وحل أقلي هاي عمل كيسف صوبرا كضيط لكن إن لبريه أما قبر كيس اللغو طوافه أما الأكفر يستو اللغو خلويه أما صلاة للا آذو وشركية وشرك عد أما وصيلة وصيلة موصيلة شركوه لوكل الباب ومركوه إلهي تيبو كلاه لأهل كتاب وحاليني لا تغلو في دينكم دينتي إنها كوحد قدبنا كرقن كدينتي إنها لغو حد قدبن واحد آمين إيسان الدين أذكاريقان إيسان إنها لغو حد قدبن طيب إذن أهل كتاب يهود وحكوا حد قدبتين نبي الله عيسى وحيدا هو ابن الزنا وحيدا هو قرع يوسف نيل على ليد هذا يهودا بخت بين شجر ومريم بنت عمران بين مصب ذي نبي الله بين كل شجر وكل قالوا بين نصارى أقليهم كريستنكا وحكوا حد قدبين نبي الله عيسى وحيدا هو ويل إلهي وحد قدب كله هو النبي إلهي بحكوا هذا هو قرع وزاني وحوي وابن الزنا هو يريد نوازانيات بلاده وكفر كله ويكون حد قد بيت إذن نصارى ذي مركة الرميسين راعدين أي ورواسي حد قد بينه وحي قارسيين درجة دي إله النمو وأول إله بلاده طيب لما أقول مركة أولي إذن مكان لما رأينا صدح ذا قيبوض ومسلمين
قول يا إنكري أولياء يا كرامات ورم بإنكري سدى معتزلة يا قدر إذا قيبك من دوادي ذي قول يا أولياء دواجر تا كرامات نوالي ذهي إن لبريان والي ذهي أدونك روي مامولي كرتا وحبيك لا تقولي كرتا بل إلهي إن لبريو وحاققي مبدن ولي إن لبريو محايا لسيئك سبريس وحد كوسين هيا إلهي نوالي صداها هيا ووركي صوفية دوي وحاصوها لقلية صدحات وحيدا هذين أولياء واجرتا كرام النواليهين مسلمين تصوصوبان ورنبا أي أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون مسلمين تقول لك عبصوا ورنبا أولياء كرامان ننكو ربي سيبا كرام إسكالي انتو رأسكو كينو من نبا كرام ديسي إيو ولنمت كيسي إيو عبسي ديسي كيني مزين لبريو إن القرب يسلا ضوافه إلهي حق لها إن لسيه عبادة ما لها بريا ما إلها توكل ما إلها كعبسش ما إلها الله أسكلي وأضم إلهي أوصو صوبا الله أنحرس ونا قدان قادنين صدح قيود باي مسلمين تنقون هيا إن أولياء كرامات كبا إنكرسان المعتزلي إن أولياء يا كرامات كبا اعتراسان لكن حق إلهي سيه وإلا أن ترارتي باشو سيدي ري ري نصارو محل أن تراري شعيلك يا راعي داي كوشكت النبي الله عيسى لا أن ترى إلى إلهين وويل إلهي أما عابدين صومالي ذا قيبا كم ذي عربها أنا وحلا أن ترى أولياء ترتئي كرامات بينهم بلف وقاتيو غلوب وكل عائلة برية هو الجيلي ذو الفخر الجلي عماد الدين فحل للرجال لنا قطب على أوج المعالي إمام الكل في طرق الوسالي له التمكين والتمجيد حقا له التمكين والتصريف حقا له المجد المؤثل يا موالي مش عبد القادر بلغه الله هي ما ملك ادونك اسغا اسكلا ودب اه هوش اسغا كلا ودا وحكاس اسغا قوانيا عمل ان مرنش عبد القادر ان وسن جاغرينين الهي اوغدم هي غلي وا اله لباد مره مشه فديا اسكو اوغو صدح را قيود با ليه صدح را قيود دي لو كلا جبي ادينك ايدا ويدي اسلامنا وا شيغانيسنا كيبا زعن نكيد أولياء مجرد كرامة أن مالها قرآن كبين هيا أو صنّد بين هيا أو إجماع السلف بين هيا ومبتدع قالوا ما يلا سعادة ومبتدع طيب لما تكفيرين المسائل كان ما دام أدلة أي شفتين لو ما تكفيرين نكيد هذا أولياء واجرتا كرامة وليهن ولا عابدي أو ولا بري أو ولا طوقي ما حد قتل هذا مشرك وين مشرك لا إله إلا الله أبو سنفهمي معنى هذا دعين طيب نكي إذا أصوغ أولي واجرتا كرامنا وعليه ذهي احترام بيليه ذهي إن لو دعيه إليه ذهي إن وناقض اللقو ضيدي إليهين طيب لكن إن لبريو أما لقع عبسوده أما لطوغه أما لقو ضوافه أما اللوحة جيو قبورته دي ما لها هولها الله أسكال سبحانه وتعالى ممنوعه وحنا واربين هاي بإله ذهين وحنا وأقل هاي لمن كاسا إله رونانيك لكن لبدا الطرف كله منه وحوك حد قبل نفي جواد دي ذبا إيه بس كسو إشتاق نينه وحوله ها أنت شكتني كبرنا ولي أدون كي ما ملام وإلى هي يرى أجعل عليها تكون دوي إذا نمنا وحيد أنا باشو وحنا وأقول له وحنا وادي دنا حد كوسط كأخير الأمور أوسط ما مقش هكذا قاق هذا كل يحطه أما معتزلي بانقون أما مشرك بانقون وحوله حيل ما أركو اسك يا ينقولوا فغان باش ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم ايد دريد بو شيخ تلمام هيا مركا هل دما يسترت وفي الصحيح صحيح البخاري وحا كسغن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى قولك الله ايده وقالوا وحيد المشركين تي قالدي نبي نحن لو سو دري لا تذرن الهتكم الهيه انها كتغنا اكو اعتكاف كو دغا اسك الهاليا دين عصوبة صباح إسكا إلالية لقوله معالا إسكا إلالية ووركي رقوم النحوي كل دقاء دين تين كل انت ولا تذرونها كتقنية اللي ودن صنم كود اللي هذا يعني لقد أقاق كو اعتقاف قبورت بيولو كل دقاء شيخ ويس يبيولو يعني اللافين وقلوي ولا صواعا شعال بركة يعني لقد أقاق ولا يغوث شبر خلو وقوي يعني لقد أقاق ويعوق شيخ أبادر وهرف يعني لقد أقاق ونصرا شو حسين باليان رافن وي
نفس الشيء مركز سنم لقوش يعوق لقوش يقعد آدي من عرب يقوم النوع صومالي صومالي دومنته تف أصنام إلهي غيرك اللي عبده كبوعة جذا هذا تقصيد ورسمه فديا هذا تقط مدق هذا وحاف فديه بار ديره فديه وكت جالكن ملك سميت بفديا هذا هو قوي زيادة شبر خلي ما يخرب سميت شنو شبر خلي أو بخلي ميه وانا وإلا هو أو بخلي ملك سميت بفديا وأصنام إلهي غيرك اللي عبده هؤلاء كدول دولي ويا بقطها بقح ما لقوا فريسن كبار دحوه دولي ويا أو بخبر خلا ما كانت جوكت طيب نيك دولي ويا تجه هي نبى عشرة كتورن هي نبى على كتورن هي نبى أوجو رعي نبى نذر أوجل هي أصنام إلهي غيرك اللي عبدوه ودا ولا ولا سواعا ويغوث ولا يغوث ويعوق ونصرا كل قدوه محل ما جعيها وما جعيني من علومه ونكسر ما عدوه وانتي لو واحد قد واجد ما أصنام لقدر جاي ولا سواعا هكتجنا ولا يغوث سنم كيغوثنا هكتجنا ويعوق ونصرا مقعيوي انت يعني لقد دقاق ابن عباس بفسرها مقعيها محيهن حقيقة هي مادين وحول ابن عباس هذه أسماء رجال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا ونصرا شنطة مقع ود سواع يغوث يعوق نصر شن صوما شن تاصنم معين من عباسه صحابي الجليل كه حول هذه أسماء رجال صالحين ورجوا ونكسنا أهل خير أها مجيوه هذي وين أو من قوم نوح نبي نوح تلك كذا شيء مح سهل عبدي وحول فلما هلكوا نمن كور ونكسنا شن تاء مركه دنتين أوحى الشيطان والشيطان بأوحي إلى قوم تلك بأوحي نمن عبادة بدن أو علم بدن أو خير بدن بهاي أو لا يقان مركي دم مادين أو نمك اللي حواله اللي دوجي شيطان بسوري شعبك بالله الله يالله الله ينك سقوس كذا شيء المديرتي بالله الله يا وحول أن ينصبوا قطن شبور قطمية إلى مجالسهم ما له فريسين جرين كل عبادة سين جرين تالوين كذا اكتبور تالوين كذا سب تالذي أحمد جوري تي حاوطاكو تي دعح تور تين عبد الحسن صوت ولي جابك كحي تالوين وي تالوين على كذا تلا أهان تنا وقت شيء هذا سنم لعبوا يدم أمة شيء هذا لكن إنت لو تلو لدسيب عن كوش هي إلى مجالسهم التي مجالسها سو كانوا يهاي يجلسون وكو فريست فيها في المجالس أنصابا تلو ينكو قطن شبو ومحنو قطمينا حدو قطمين سان برو شيطان ما عبوا ذي سان صور كود كل شيء كده بكل حسوس العمل كودي عبادة الخير كود حسوس إلا إن شيء بشيء بكو بحية وفرصة الغوصر هاي شيطان مصيبة وي وخائن عند امبلان ادو كوسن ولا ابو يقان سيده بنادم فلو دوميو ا دربي لوو ديبه اي ددك كركارك لوو ودر اي اد بو يقان حريف وي وحوري ماركا تالوين كا دستان او ميلهي فريسن جيرين اي ميلهي كو عيداسن جي تالوين كا قوتميسان وسموها باسماءهم بور مقعودو بخيه تالا كاستا نينكي اد كو شبهدين الشيخ مقعيسو بخيه تالدان وا يعوق تالدان كلنا وحا ويان وا نصر تنا يغوث تنا سواع تنا وحاول ود وفرسيل سود لسوس رق قيبتها مرك رج تالوين قد سي رجنا صور وارد ما نهيا وحاسوب دلندونا مرك كوير يرى وين منك وين دلين وانكو عقلي يستي أبا يا شود وملهم كتو كذا كعب هذا يستا صور كني تالنا مش أيقو تالو هذا نشيا دام وصنا حوران ينام متقانا أبا يا شين بهلهني عبود شرين عليه وارون تايو أنا بوع عقلي يستي أبوه ماشى كنت كده مع السلام وصيدا ضدك يوروبي قلب تكون ولا مسلمين تا فروهم وين لمرة بقوة دل الدونان يقوى يسألهم بالله بعيا يقول يقول أنا مشاهد كوبري يستين أم هاي سفرين أم الريح ولا أكل بحنا يقول تلا حساب تا تلا وحوي قالوا كوا صيدا للدونان أيها كحيسان هي كده من أيها لقب دل إنشين كسماء اللي هو علنا يا طيب Somali was Somali Sweden katimid kuwan wa gaalada katimid Canada tan maxay ahayn wa Somali gaalo ka yimid Europe kuwan way hoos idan Somali boqolkiiba 8 waa muslim mar wad maqli doonta hadaan Rabbi hor istaagay awood Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyada muslimiintu la yimaada hadaan la helin siday ku socoto mar dhaw waxaad maqli doonta ninkii Cimriya arki doone
Soomaali boqolkiiba 30 boqolkiiba 80 boqolkiiba 20 boqolkiiba 5 baad maqlinta ayuu isku haystay boqolkiiba boqol muslim baan nahay sheega raqiis noqon doonta hadaan loor istaag ilaahay subhanahu wa ta'ala kabad baadiyo muslimiinta dabanada loo qoolay fa fa'alu sidii bay yeeleen dadkii ولم تعبد لما عابدين أصنام تبقى ماشل يعني رقي علوم هذا مقعي هودي يتالو ينكيدو ما ماشل لدقاي كو لما عابدين محلو عابدين لين دقيدي با تشوغ النولا يقاني وحي أهاين علوم هذا عابد ما هيان لكن ويكو حسوصاني ألبنك يو قلوي صورها ألبنك لقاشا زوما دارك محلو قاشان حسوص هوي بالوليه واقعان أروس كان دقي وي كان وامحي وضيق وي نوايه الكيهيدة لسور كيسي يراوي sharaacadu waxay sawirraha wala dagaalantay waxa weeye waa wasiila man wasaal shirki wey isku ogo hawsha ayada fa fa'alu walam tu'bad lama aabudin hatta idha halaka markay dhamaadeen oo leedeen ulaaika duqaydi waa weynida xugta oga oo wunusiyal ilmu ilmiga iyo taariikhin la ilaaway ubidat wal aabudi asnam taloyinki u fir ilmigi ba yaraaday duqaydi xugta hayba dhamaaday taariikhdi ba xogo dhalaysato baalki ba mugdiyoobay idan wal aabud طيب رجع هذا صوت تنجيرك يا أفرت تنجيرك إلا بات تنجيرك إيه لما صعدان تاريخ الصومال وحي صومر طي هل كان قل صومر أي لبك دعي مؤجو كم هو الرمو بل رجوا وين بل زعن ساس وحي له إلاو إذا هوش ما كده ما أتو أنا هذا أنا يدبو كب الله بيا سنة كاسون دبي استعجية بل ابن عباس حديثك صحيح وصو جابيه وحط الماما ابن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العربي بعد بوري أصنامتي قوم نوح يعابدوا جيرين عربا لسو وركتيبو أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل سنمك ود الأورنجري ود الأورنجري وحواجدا بعابدوا جيرين بوري عرب قوس كمدو لو يقن ريبن الكلب وحين الدقنايين ماشى دومة الجندل هل كاسون أقول لي سنمك أسقى وأما صواع فكانت لهذيل قوس كعبد الله مسعود وكذا شيء بان سنمك قاطعيونا ما قعب أول بحيل أيون الصنم بيسمعين مجع الشيخ يود هبا ورب حين وعابد الشريف وأما يغوث فكانت لمراد صنم كي يغوث أنا وحال قات واجد من هي مراد وقويس كذا شو وصل القرن كذا شو ثم لبني غطيف قويس كذا بني غطيف لا يلو أيون سيقات بالجر بالجر في عند صبا يمن بعيد وادي صبا يمن ما أعرف ملكه طالي دجنان الشريف وأما يعو فكانت لهمدان يعو من هي همدان باقاتي وأما نصر فكان لحمير لآل ذي الكلاعبور قليهاس ري حمير وليبا قويسك ري ذي الكلاعبور كأوكرنا شيء باهيسين تريبور أسماء رجال قوم صالحين إذن وحن رنبها أقاذنن سنمتين ميلا دقاء ونمقع اللوب حيماها أصل كيده علماس الصوبان وأهل وخير وتكتا أي أهاي صور كذبا لقاضي الله اللوح سستال لها هوش با سعوتي تاريخ دبا مقديرو باباري خاد كبا ترترمي كدبنا شيطان وحو كاني دوقيد وعابود جيريني ادوك با عابودا marka iska ilaali way had gudubka culumada lagu had gudbiyo awliyada iyo saadaadku aakhir wuxuu keenay ilaahay geerkiin caabudo hadithku fi sahih al-bukhari ku jira 4920 wa qala ibn al-qayyim hujri qala ghayru wahidin hal lin kabadan wuxuu yidow min as-salaf culumada salafka qara kamida waxay yiraadeen lama maatu markay rag culumada dhamaadeen عكفوا وحي دكتور كنا جاهدين وكل اعتكافين على قبورهم قبور تودي هبينك نفرتوي هبينك كانوي هلا فديو سكرن ويش بيولو مياتك تبي بيولي سلمتك طيب هبين والله فدي جريح ليه لا هلا فديو هبين ما معقولوا لها إذا فلما ماتوا عكفوا على قبورهم قبور تودي بكنا جاهدين طيب ثم صوروا وحي صورين تماثيلهم تالوين كوذبي قطميين ثم طال وحا خدر عليهم الأمد وحلي كبار ديراي وقت كبار سعودي ضد كبار رمادي فعكلا صوب حي يجي العصب فعبدوه مركز هدنا عابدون هدو ورمات يعني انتو ابن عباس جاقين بيس سلف كسوق قابيون التلمامين إغاتوا اللهفان بهذا الكلمة قيم كجرى مجلك كوباد لابا بقول يصدح وعن عمر الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني هاي واحد قد بنا مجلد كوبا الله بقول يصدح وكجرى يغطوا الله فانك هذا كنا غيب إذن حديث عمر وحوليه النبي وحول لا تطروني هاي واحد قد بنا أما أنت إذا مركز أمان إنسان يعني لي واحد قد بنا
لأن غلو ومجاوزة الحد المشروع مدحا وذما. روح هذا عايز يقعد وحكي شيء إنها كوحة قدبن وأنتم شرعوا فصح كشك. طيب روحي فاسقة مبتدعها بدعة صغيرة هي ضطرة قالوي حد قدب ولا ما أقول وفاسق وكاذب وكفلا وقال هذا تكبل هذا ممنوع. إذن هذا أمانة السنة نين حقوق ونسكا ما نسكت كذا ما يهديه أضطر دون كذا كو إنك وخير بناوي حد قدوب كلا ولا ما أقوله. إذن غلو وحد كم مشروع أو اللي قدوب ولا طلابه أنت رارته حق عي يا عمبارينته أما أمانة دائيو فالينته نوح بك الله تطروني هاي واحد قدبنا حق أمانته وي كما أطرت النصارى سدى أي نصارى واحد قدبتي ابن مريم إنما أنا عبد أرو أضون بنا إلى الله مئه رب مئه إله مئه أضون إلهي بنا فقولوا حاتر هذا أمان إنسان عبد الله ورسوله وفرس هذا النبي وصو قابنا هوش هذا سيد بصير لك بصير لك بصير لك عضو لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم مصيبوي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن يعني وهولا نترم ويتوى إلى نعمة كشكت نبي محمد إله كدكتي ربي بات كدكتي أولي بات كدكتي كاف تمشي كجرتين وكاف كاف الكاف القياسية وهي ليست كاف المثلية سيدة ضدك غارك أوقاتين معها وحلو كذا وحلو كشبها يحدثك بل كشبها هي وحارد علي إن نصارى أي كحد قدبتي أمانة النبي عيسى إلى واجد بأيد هذين وويل إلهي أما هو إله بأيد هذين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن ها حد قدبنا نبيكم مرها سيد النصارى أتري عيسى وويل إلهي أنا محمد أنا هايدي هنا وويل إلهي ما هو حكا الله وحاوي حد قدب بي سمايين نصارى حد قدب حقوقي إني نبي عيسى كحد قدبان والدرجة دي بناء آدني من تدافيين أي إله يا رب كدقين أما ويل إله كدقين. إذن كنا أمانت إذا كحد قدبنا وإنك لعلى خلق عظيم الله أمانت نبي محمد صلى الله وسلم عليه إنما أنا عبد من نبي كوقن عي نقنقتك الله كل قوين ميلا فرس نبي قسلقي سبدي كضيو جعلو عباده وكاقتك اللئيمو دين تسكرقن فلي قرم أديدي مع سلامة أشعاري مديحي قزايد كوري يسد. طيب وركو انت سوي اخرجه في صحيحين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو اياكم اسكتر عليه اسكتر والسوغادو اي والغلو والغلو اسكتر يعني والغلو حكوا عطفنت اياكم واحذروا يعني احذروا في انفسكم نفهانت اديار قروب اسئلاليه واحذروا الغلو وي حد قدب كان اسئلاليه ورهرت النفط هذا إلى لي أبد بادي إني يهو مد الله بادي إسك إلى لي ويهدنا حد قلبك يا أنترارك فإنما أهلك وحاهلاقي من كان قبلكم ذلك إذن كهري وحاخر ربي والدين تذك الزاري الغلو حد قلب. إذن الغلو في الدين وصاب كل شر وهلاك وحك استوى لبور دعاه غلو باك يا صلوة. إذن خيرك وحكو ترى إن شيء مشروع على الدافين ولقوا أنتراني أنا كو حد قلبين مدحا وذما لو اكاد انت ربي وفصح نعم حدا مال حديث صحيح قرني سنيدي صحابي حديث اورورسا قرر وحير يرون كتورت الجمرات جمره العقبه ان كتورت دحيش اس اورور ارورتي يوم النحري صحابي و هو كاني دحير كسكوسر قيب يرن و كاني قيب يرد النبي انتو قاده بمثل هذا بمثل هذا فرم وكانوا كلا كتور ابوني كوغانتا اما وحي كوسكوس اما واوين ممنوع اياكم الغلو نوح حد قدبنا ان دغخ وين قادوا غلو كبت ان تورته غلو قولي ادل توره هي غلو كو مد عاقد بيها كدمه توره هي ولي بهنديد ايشيان كمالك هذا تذكير علي اني كاس اريد هي هل سوي لما اقول الشيخ يعني في عباده رجل الجمار امد عمليه امد اعتقاد وحو دم لما اقول حد قدب هدقدقين وحي شرع وشيك هرداف. طيب حديث كان سوى حصوص هاري أحمد النسائي غير كود يصونا كان سوى هاري وحديث صحيح عوي حديث سوى هاري. طيب قصة سوى كي يمد قصة سوى كي يمد وآه القتل لي حصل حسن ف
فلقته له سبع حصيات فنينك مدى يرتب فنينك أيو صحابك أوكياني ابن عباس إذا مركا باشا يرتب أبو نبي وكهل حولي إذا قحا وين هدد قادين وطورتان واحد قدو بوهي وحي انتا كوينك إسكبا الدار داد أولي ترى إلهي بل لسا فنينو قولها سروي حوي حكومها هي هدى إلها نوا بشيك طيب رقح وضافت رقح كتكت ولمسلم في صحيح مسلم أسوك نسونا عن مسعود أن رسول الله قال هلك وحا هلك سمي المتنطعون كو اسكو دلجيه كو اسكو دغنا واخ كاستبا متنطعو والمتكلف روح اسكو مشقيه و حسن كري كرين شرعنا انا هين اما شيء شرعي اكو حد قدبه اذا التنطع هو نوع من الغلو تنطع هو قيب كميده غلو طيب المتنطع والمتعمق نينك هوس او قال اي واخ كاستبا نفته اسكا بخيه ورا دغدغ ترتيب دينتو وافضو داي ويسري نفتاس كذا صار، وحلا إيمان كرت ولا إيمو، محايا يلي تنطع عاس يحد جدوب كاس إيو كصوح عاس بدل محيكين إذا، وأجد من تاد وداعشوا إن ذهب سونتو، والدالي ودنو كتب الواقع دين تكبي حبا، نك آير قن يرصعد كا، وح قبان كرنا قبان هاي، إنتو كري وإله وإذا فله باخد نعمة، طيب، نك بابور كذي كور فيف كعيري درب بكف كذا، نك برمز كذا لو دعمة. سوون تدرس كذا لو ورا أنت بدو وابد بعدها باشو معها دق دق عن فرب بدن يو نفس إن عضين دن والوجه لك سمعية تام عنه ذو معها وحي الدين يا شرع الأول يسكع جابي معه أي وح الوجود يدني حد جذبك طيب قالها النبي وحوري ثلاثة صدق قرب كل عليه هلك المتنطعون هلك المتنطعون طيب فيه مسائل باب كم مسائل باكوشرا دور كحديث يا أيضاس مسائل باكوشرا فرب بدن الأولى مسألة كوبات أن من فهم الروح فهمه هذا الباب باب كان نصوم الرأي يو بابين بعده يلا باب وقدم بيسا تبين له نك وحوعدا غربة الإسلام إسلام كونه غريب يها يريه نادر يها ورأى وحنا أركها يابر من قدرة الله إلى أوديسة يو تقليبه إله سبحانه وتعالى ركروج ديسة وركروج يبدليه للقلوب قلوب تؤب بدلي العجب شيء وين وحلا يا أركا ياو طيب إسلام كأو غريبة أو ير أو الله يابي أو العنبارين بدل كيسابه شرك يباد لك كفر جوا بلاله والصعدة كين شلي مسلم كابا إس بدل هاي مين كين شلي مشرك كابا موحد نقن هاي هو شاسودن وهود هو الإله سبحانه وتعالى أود زي غريز عجيب كا أخذوا عيا ورأى من قدرة الله وتقليب القلوب العجبة وجعد وحوارك يا وراء العجب اسكو خرنت اساسه طيب الثانيه نقول له يقان حسين ابن علي اركز اقول لك مصر بكاء سن جاي قول لي عراق عراق بنو جوغا شام بنو خبالان هي مغرب يا مراكو قول لي بنو خبالان هي حسن بوت حسين بو خنو 10 نك لا دغ طيب شعب عبد القادر با حق حق فديا ملك سو جوغا لوكو كجيره تاك تاك شعب عبد القادر لوكو تاك تاك او جيره بل اقول له ملك استو كو مقله هيا واود رب سبحانه وتعالى الله علمي يسو ملك سبا جوغاي طيب اسو عايش اذا كسر ريه هوش ما كديسان ابدا نينك هذا السو علمي بركا يقان الثانيه مركه لا ياب بشوق كوليه هي ولغيت بشرعو لوقتول اها او حق سي سبا دد يراي دد يريدا يا دينتي او مركا لا تغايو لا دريرهايو يسن كو كينا حق قد كعرض كومنتد نبي با اخر ايمان دون نبي غنو شيغي نبي ان عيد نبر كلغي بسو حاضر هيا طيب امه دنا دي لو دري كلغي با مسلم كا ومو واحد كا اي مره اسكو اوغو الثانيه معرفه اول شرك حدث في الارض شرك اوهري دلك كدعي با اوغانيسا مخو اها كان شرك و هو كدعي بشبهه الصالحين صالحين شبك شبكوا صاحب سنيد بدين تلقى درير هبل وفي عيه هاي ما دام أهل خير عابد هاي زاهد هاي عالم هاي الله ودوي هاي الله دين وقدر دوي هاي إلهي أنه أصاب كحاسوسا أنه سور كسب مال لجنه سور كسب مال دكتي دقيق يقانه بغير يدور الماضي عروي أربع صوك علي عروتي يرد وحاي شيطان كوي يري أبيهن أو ياشين سور كان يصنم كان يعبد الجرم وعابده وحلو قد وقال إذا كان مركم حوها waxaa lagu dowgalay dad war wanaagsan oo sulaxa ayaa dadka sababkooda lagu doofsaday athalitha ma'rifatu awwal shay'in
معرفة أول شيء شيء أهري إن أقاطط براتها ماشة كتيرة شيء قاسو غير به لوجود بدل لوجود دور شيء دين الأنبياء دين الأنبياء شيء أهري لوجود بدل محقه دين الأنبياء شيء أهري لوجود بدل وأشرك بالله توحيد بالله ما دين شيء أهري دين الأنبياء لوجود بدل وأشرك بوها وما سبب ذلك شرك قاعد دعي الدين تأمبيه اللي جب بدلي محا وصوها وكاني وحا كاني إن لو واحد جد بي صالحين أو كاسة إذن أول تغيير لدين الأنبياء وحوها شرك الليمن شرك جم حاكوس جريو كان صابك كان محوها الغلو في الصالحين هذا هو مركه وح هذا صومالي كأفي سنتهاي وحاوي الغلو في الأولياء وفي السادات وفي الأشراف يا أوياش أجداد بلغوا أفيزية نبقى كتير كاسول مع معرفة أن الله أرسلهم ولبا يقول لأجاء ربي صدري أنبيضوا إن ربي صدري ودين يتوحيد الله صدرتك وأجي والله صعدا قريش أو مشركين ويأجيد إن أنبي إله صدري رسول الله صدري دين توحيد الله صدري أيقوا مشركين قريش أو شركة كده حشرة يا وحي لها يا نحن على ملة إبراهيم أفرز هذا قاه صبيح أيوة إلى أشريك يلي أم مشركينا بوحي لبسنا يا شارة أن نقوم على ملة أبينا إبراهيم أسوأ مركب مشركة وإلهي غير كبر يا هي وأولي سيادة لا يكر لا إياه يا وحي كلي أنا مسلم صحيح صادرت تتبع إلهي أنت أدد ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين سيد قريش وكلا اللودي إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله ولي المؤمنين إذن ورق ورسك عدوه مرك أن دعوتك يا محابسك أي مشركين تكون محابسين مسلمين بارناي أما إلهي بأنه عابدنا والنبي قال نجع الله حقا أن أفكو يدقن كذب وخلافين وحشيغان هيا دقن ولي بسوى تريوي يعني كاوص بحن بشاق قوله مركب مشرك العربي قالوا رسوش إله إنه صدر أنبيه وغيره ومع ذلك شرك بيكون أحيان شرك جاي السمين هي اللي تركيزه وحيلها هيان ودين أنبياء هوش مركب سوء الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها وحشوك كبيري وحكوت ترى قبول البدع بدعوين كذا كون إسكاء أقبلنا قاتل هذا المنطق التوحيد صحيح أشرح والقرآن كإلهي كتب الآخرة وحال غيابة أمسان عجسال غيابة أمسان ضمك لهي حقوق قصب بعض الهدات الشيكته تذكر ضمها فرحة هاي هردتها هكا عيس والله مصوبة في رنائي يعني مصيبة وي قول لها قبوريين تي مشركين تا هدات ما أنتو دان ترى نبي محمد توحيش كشرح لي الدين تي صحبة هاي وحال غيابة إن أصلا لور رياقين هدات كرامات كأولية يهوليه كشه كيسانة إنه روح مرقامة لغي فرحان ونقوه إنه أتاقو وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يحلقوا قلعي ويقالوا إلهي كيلي هذا النبي محمد وشكت والتوحيد كيف سرح له قلبك إزقلنها يانا ويديدها يانا وكديدها يانا بإلهي سبحانه وتعالى ليه لكن هذا أصنامتي يا آلي هذه المقعوضاء ما أمانته إذا هم يستبشرون هذا ترى وحاس أصنام بي أهين أوصام بي أهين آلهة أهين قبور تلقو دوافجي لعابدو جرور نمبا صمالي قنك إسقلوا وكولاد إنه هو دتاق هذا ترى أولياء براكيسان بي أهين ندكونا دين تيكو رقم هايين أهل خير بالله فلقو سودو ننفع عنوي أهل الله هوي أهل خير كان نقيم وي كابر عن كابر علوبة النقان نوي كوان ندوني نوي بلاي يري رسول عليسا نفط النوكت وركو كلاب حاسا إسكتر يعني ولقا يكاوس بيح باش قبول البدع بدعوين كأقبل كذا كتير مع كون الشرائع الشرائع ذو أيضا ولبا أي تهيب والفطر عقلك إلهي أمضه كو أبو ري ترد أهر الدنيا سبول بدعوين كو عقلك وادي ذهي شرعك وادي ذهي قرشد أي فطر هذا أصلك إلهي أمضه كو أبو ري وادي ذهي ومع ذلك أمضه إلى نفطه بدعوه أقبلي بدعوه لتعليا مريد بالوك الأرض هيا أقصي حسب بالوك الأرض هيا وقواس في دي كذا كديزين بالأرض أربعون بالوك الأرض هيا ما تقاند بلا يردن بالقرد والحق وانت يري وناكسنا كل رقم لغا كريم هاي احاديث صحيحة برن مهيات خرافات يبين يحكايات
هي أفواه وحي كما قالوا ينشرين بلد برد. الخامسة أن سبب ذلك كله كسبب لما أنت إن حقي للديدو ولا جيعه بعض الكي بدعنا لقاط ما حوصبه وحوصبه مز الحق بالباطل دي أنت وح اللي وقف كان وحوي بدع عن اللقاة ضد بذنبه حيس كبرحان حقي باطلك مش شكله ومكسب ولا سوق هذا رأيه مر هذا السوق هذا عفوي شيء دين لأنه سكق يحنون بنان كاسة أمضون قاتان وألقته لكن شيء باطل كحرو بالغو برحي سمار قليهن قال هذا صي خنزير كأقدر عنتونيك يا خمرة أقدر يعني وحونا قسم بحرو خمرة لقودري حرو حلقودري إيه حلقودر هي خنزيرة وكاسة إذن شيء حرو بدنيا وراك بدنيا هيبة لكن إن خمرة لقودري إن خنزيرة مصيبة وي بعض البيسو ردوا بهيا نقدم الحرو حقك أقدر هيا تصالح جابن وحول الشيخ في الأول حقه روحوي محبة الصالحين ضدك صوصوبة إن لك على ودينوي أهل خير كعلماء أشرافته ضدك وناكسين أهل خير كأهل بيتك النبي محمد إن تعلته ووناك وحق لصعب. والثاني بعض الكلاسمينا فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره شغوة كوعة دينية بعض الكذنب وما تسوق الحامي وفعل أناس ضد فالكوضوي ومن أهل العلم أهل العلم يودين الدين أهل الدين ما حي سمايين شيئا بي سمايين أرادوا به أولو تشيدين خيرا بي كربي فظن وحوم لي من بعدهم ذلك كدن بي قال انت آية سوك عي فعي سوك عي أنهم دقيدوا رئي أهل العلم أهل الدين أرادوا إني أولو تشيدين به شيئا سمايين غيره غير ما أرادوا تصالح جابن علماء الله صوري ما هي أهين قوم نوح صالحين بأهين إن لا تعالى الدين بأهين وحق إن لا تعالى الله قدر وناقوا الدين بأهين لكن ده الخير دون هاي أما أهل علم أها يوحيد هذين إن تذو ذاديه صورتان صور كود إله كحصوصته ومرك عبادة بضيع هبل محوها من علم هبين قدوم بتكنتري إن تاسو جزء بأخري تري بيش انت صدقوا بحنجري مالك انت سوم جري سنك انت سوم جري قراو السلام جري قبور جنائز الراعي جري ميت كو دقي جري امام بوها اعماش يا خير كسبت حسونيسه مجاهد بوها مركاس قرار قادنيس عمل خدي بدر درغلنيس اله بن عبديسا ددك مركا شي وناكسن بي اجيده وحي لهاين ودا دهن صور كود كو خصوصت اله يسال عمل كينو ابو بديسان النشاط يا فرعون وهشا كوي يرى محيوقة تينا كدن بيي إنا أصنام تأي صورها عابد الشري إذن محا اسكو برحامي وحا اسكو برحامي علماء دي أهل خير كي تشعيل كدل تشعيلان لها أيو أيقو اللي عابده نفس الشيء شي عبد غادر ولي وي سيدون المسلمين عرب كدل قبطي طيب أولي دي صوباني دي أهل خير كاهي ضد أهل خير وانا سنبق أهين إن لا تشعيلاته واناقو دي القضي دي واناقو لكن محل غبر حي أيق إلا عابده إن لا بريه إن لا توجو إن لا مانجلو إن أنبيدي لا توجو لا مانجلو شرف لو النبي جي وشرنا ما أنت حجابي معين المسلمين محيديني جيلانو ما جنت أنا جيلي إذن وكوكازا هولي ربي ورب بلسي وحال سكوب مركب برحي محبة العلماء والصالحين هي شيء بعض الكوعبات غير الله بلس برح هذه لورن لها بوش أي عابد لا جيلي ماي صلاة جاب محايل واشر محد أعمال بديه طيب قال كي جون قرنا هل عابدو دكوا خايل مهيا إسلام كشجرة إن قال لي نانو وياي نين فاجر وفاسق وتوب وزانئها أو ديجعبها أو مدى بابي والصمالي يقانين هل عابدو خايل مهيا لكن إن حقوق فرجل جرعسون إن بدن عبادة سنجر الشيخ ودوب وين أو عبادة الوية قاني وحقوق كرامة لقو أركين حقوق هلا بريو قالوا إنه قدوا يويل هيا ضلك مركه وحاد ضجها يوي عملك يس صلاح الروح ضجها أنت حق إيش وكل جرته أي أفيزي أو بعض الحقوقات مركه وافه أنتين بقلت أين كسر عن مركه إسكيل على ويان حق لقو ضجني يا لقو ضجني يا لقو سرير وي إسكوب صو طيب أنت يرتي حق يا لقو سمين وحاكم إذا
موليد كما كانت فيروس حول النبي محمد بالود دبل دغه هي تعليم كان محمد وي توقير كيسي وي نبي حسوس شوي اسكو ايما شوي اهل نموي واس ديبي هذا ودن بحر اشكدين هي ديب هذا الفيروس هو بغادل بالعاد وي جيسوا وي محايل لها ضي خيري وناقتاي ابو بكر باصمين له عمر باصمين له صحابه ودن باصمين له تابعين باصمين له اهل خير ودن باصمين له بدعان قرن افراد باللابطي ان انك باطنك او سمي ام ملكي عراقيها كردي مظفر الرجل اوزمي اذا كل ما لم يكن دينا وعباده في عهد محمد وفي عهد الصحابه ان دين اهين ما انت دين نقن ماي انك اصبح باش حلق النبي محمد الصحابه وحن عباده دين اهين ما انت عباده نقن ماي ابدا اليوم اكملت لكم دينكم اذا وحا لو سري نبي انه تعليمنا ونبي لا وينين هي نبي هذا وينين اسكن روم دينتنا كو دقن بق بعدن يا دبال دغن واه ولدولدت وي اي عيار لو ما جرو صون هذا الصوم يسوع عباده يسوع لكن هلي بكي يظل دعيسي يا الله اسكن وهو عيار وي دينتنا عيار سوق القبله طيب هوشاس وين لسكو اوغادو اذا وحا ويان وحا لو دغي وليغا با خوغو يرو حق او قلبك او اقبل لها با باطل بدن لو قرن وكو بدنت السادسه تفسير الآية التي في سورة النوح آية كوش سورة النوح والغوفة سري وقالوا لا تدرن آلهتكم بشخو تشيدا السابعة جبلة الآدمي روح ابن آدم إن لقوا أبو ري أو تشعليا أو كو خلقين هيبة في كون الحق حق أهاشيس ينقص النقصام في قلبي والباطل يزيد روح ابن آدم كا إن ربي بدبادين ميان غالب كالغه الله هيا وحاويان و حق انت بدن وسي ناقصيا دينتي كو دقنكدي عملكيسي يا وانا غوا ناقصا شركنا كو بطا طيب وخلق الانسان ضعيفا انسان كو وظلم جهوله ضد يربا كبد بادي انبياء الرسول شي ددك اهل خير كبد بادي لكن اغلب البشر بن ادم كرمك لا فيريو شر بي بدنين ددك اسلام كما انت شيغانيه اسلام نصب شيكت مع المشركون تود مع الرافضه قالدا مع الشيعة غلادة اسكو صدر وحا اسلام شيكتي اسلام نصب شيكتي دنيا دتك كنول بقول كي لاتني شنوي دنيا دتك كنول بقول كي بلواتني شنوي مخا سو هري بقول كي بتدواتني شن وا مخ وا قالو بقول كي بلواتني شن تا اسلام كشيغان بان بقول كي بشن مدنو ايغا هدي لواتني شن تا شن كميدا مدن سنينتي وناكس انت توصل يا خير كنت اغنى حق كنت اغنى شن مرنو يعني هذه قرب واساس هو شو يكون وي جبله الادميه طبيعه الادميه وحاوي طبع عديزه في كون الحق حق اجيز ينقص النقصان هي اسلمها هي في قلبي قلبي سوى اسلمها هي وانا قاصر هي والباطل ليزيد سند كستمك بعصب الاركيس مسلم دي بات دي بختي بعد اركيس صعوده بعيده انت صعيدود مسلمين تو بدل هي ايغو سدي قال اسو روح هي وذكر الثامنة فيه شاهد مخراتب كوجرة لما نقل وحي لجسو جوري قاعدة السلف كأيلهاين عن السلف أن البدع بدعوينك وسبب الكفر كفر قال ماذا كنت سلف حق قاعدة أكتوها مسلمة بدعوينك ووضع الله سه مرة قال ماذا إذن اسك إلى لوي الشيخ البربهاري يسوق حورنجري وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره روح بالعاده كو دحداي كو دحاي بدعاده اساسه ود ما كدبه تكفير قال لي كرديس ابي حفص عمرو بن سلمة اسو رجل الزاهد المعاصي بريد الكفر معصيه ذنوبته وحي سهن اوتاي غالمه ما كان ذنبي اسك اقدامته وذنبي ان كو جيرته وحا سهلن ما كدبه ان اد غالوده بدينك بعد ما كان بدعاده اسك دبالته وحا سهلن او فضود ان اد كركارك ويدارته وفضود كما ان الحمى بريد الموت بورنجري سيدا قندو اي سهل اوتاي غيري روح انت ما مكو دمنها يا قندا كهريس حنون با كهري لحو با كهري لحو يا قندا يا كارك اس وحي سهل او يهين ودكي سيدو كلو وحو له شيخو بدعوينك يو ذنوبته وحي سهل يا هردع او يهين كفري اسك الى الوليغا كفغو ابو نعيم باصوصره في الحليه يا بيهقي في الشعب كان ابو حفص اما اثر هذا البربهاري في شرح سنه كتاب قيس طيب وحي أرد تلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية بدعة هي ذنب عادية إبليس يقول حج عليها بدعة وحج عليها
محي إليه وحوقي هاي روح ملك الدم بكل عزني أما بنش أما حنتو أما نفط أما دل أوجيجته أما بنانين إنه الدم بقلب يسوقيها وأنا كان نقول هيا إنه كتبت كان أبدا لكن روح بيد على اللوق الحيي بيد على صوتات كلها ينبا دين بكرديان ولي كان نقول ماي لأنه أمزون على حقه منكم مولدك أود بالدقي وما دمرت أوكي أنا ككريم يزور روح وحرار إنه ربي يقول لهم بأمزين يا midka aabihi xil ku dhintay maalinkaas agaskiisa la soo istaagay iyo xuski aabihi war waxa ma banaana waa caada carbeed oo jahiliga nabigu na diiday ka yeeli maay diin baa looga dhigay yaani marka asaasi oran jiray Allah iska ilaali at-tasi'a ma'rifatu ash-shaytan shaytanku inuu yaqaan kuugu cad meesha bima ta'ulu ilayhi al-bid'a bid'adu meesha ku dhamaanayso shaytanku wuxuu yaqaan bid'adu meesha ku intoon saadartay ummad uu qurxiya bid'ada بالعظم حيكون دماتا وحيكون دمارزا قالمه قالمه يكون دمان ولو حسن هبا وناكسنادو قصد الفاعل روح السميني أبو هذا المركز بعاصين بخير دون تاي إن الخير دون تحتري ميس وحاط ميس محوية هو بدعه وحاط ميس مربى هذا بدعية هاي نيو وناكسن بان كلا هاي خير بان أُجيه ذكاره السمين شيطان كسوق ربما تكون دي بهايو واتكب حيز أخذك إذا صادرت الشيطان محقق قادم حديث ابن عباس مركي دقيد رمادين أيو الشيطان كوحي يودي عرورتي يري دقيد المحوحي يودي إذن كعابدين وحدي أشان صوروا هذا ماشي كصور تطالين وصمية كود ضيد عمل كذي وناك سنة لأنه حقرنا يمك إساس سمية وحكة تنبي هرب هرب كود دقايا هبل ساعنو يلو هدود دينا ساعنو يلو يعني ترى درب الكود دقايا ترى درب كود سمين بالعلا كود ضي مقاتها مثل كود ضي مقاتها ود 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 إلى وحدك كوجي مع السلامة تكت أكو قصلي بركن بركن بودي كان هيا آخرنا حودي وإني كفرت بما أشركتموني من قبل كمجر العاشرة معرفة القاعدة الكلية قاعدة الكلية العامة قاعدة جود وعامة ودين تورنب أوت الله كسرنا وحوي وهي النهي إسكريب لجار ريب عن الغلو حد قدمك يو معرفة ما شيء برشدي يقول أقدم بين دون إله غلو حجس معرفة ما يقول إليه إليه الغلو يغلو ماشي قدام من دروام حي وحاول إن الدين تكبر حضوه سك إلى لي وماذا لقوها لقى لقوب بابا شو شاسوي طيب الحادي عشرة مضرة العكوف لبكو أي لذا هاي اللي قلنا جاذو على القبر لأجل عمل صالح إن القبور تكتو أذو إله عابدي وهبين كلمة تكهاي قبر عن عابدين بحيله ده هاي ديب كذا إليه ده ومن وسائل الشرك هو هذا هو حافظ صوص عطين الآن من تقبل إنه بركيسية دعاء مش كده عايز تي ولا قابلي توكل كده عايز تي ولا قابلي واحد آمين قبل كان شيخه كده جنب هوجن يريح يو كصبط قريني أصلا ما كده بكون رجيسن كده قاقم يسن الما هذه يرى مش أنا كوار كده دبتها كان إذا عابد هي وحين قن إزاني كده نتاي نود أمريكا الله قاده هلا قط حواليه حواليه بيقلك جي حبال خاص الله ورا وذات بكو آسن بالله يبركيسن درس كوا حكاية هل كاسي تقيسة إذن قبرك إن لقونا قادو وحيكيني سا رب ضنبولي هاي الثانية وأنا هوشي إذن هاد قوم نوح الثانية عشرة معرفة النهي نهي إن لقادو ويؤو الله برطام إيش كجر تلسكر ريبي عن التماثيل صورية تالوينك يو الحكمة المرتدة اللي قد اللي هاي في إزالتها تالوين كان النبي وحده الله بابيو قبرك دير خلاص نمو حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أبي الهياج الأزدي مركو علي باير ما كدر وسوي النبي وحده يدري ومحو كدر النبي وحده النبي يدري قبر دير هذا أركين أقول خلاص نمو هذا القبور كصوب بعضه قبر ير وجابن يمد دير ولا وقبض يمد جابن قبر هو إين لبابيو قبورته وإين سناته لأنه قبر غير تاجن يحوجوا شوف كتاجة هي ومدوا يحوجلين نينك هو ماشي نوين باكو أصلا من علوس بافرديا هذا عمل الله كريم ماي كان علوس يا كير واسمي أردنتين مركب قبره وين لسيم سيدو كله هذا أنا أركو صور إن عم فتيهم بابيو هذا أنا كطالو إن عم تشبيو وحي صور أنا الله كعبوري طال الله عقتم مري صورها عقتم مري قبور تقدر روح لسه وقبور تلسه يعني وحوي وح الله بابي وام حلق عرايا تالوينك صور رضا قبور تتاجنا وقطنتا محلودي دنيا هاي آخر وحكينا هيان شركي إن لقول له
ولا وينيه أو واحد لما يقول قوي يروحه ويكينيسه. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذا القصة. قصة قوم نوح قصة أبسن وحقصة قصة جنبه معرفة عظم شأن هذا القصة. قصة شأن يقدر وينك ولا إلا نذقات حكم ماذا يفائدة كتير تقصة قوم نوح يا علماء العابدي يا صورة ذي يا تالوين كذا لبكي كينين يا شرك كينين إلى عرب قريش سوق قادي هوش السوق جبر وشدة الحاجة إليها يقول من آل قصة اللوجب بين اللي فهمه قصة قوم نوح هي أول شركة في العالم هي سابق شركة كيني هي عرب سو شركة أسو قاري هي سابق ولها إسكو يقول مركات صومالي فيروس مغلي ما يشنكو لأدون كان إله شعب غادر أبوري لكننا من سائنه أولي هي صالحة بيكون رفع لنا كواحد قد بين كد من إلهة بكاد يجنزي أودي مع الغفلة ولي بأيضو الله المانسي واللقاء الضفيب عنها عن القصة قصة يدو قصة وين أو عجيبة وين فوائد يا حكم يا علم لقى قاطئ بهذا إلا ويبرس كفيري بقصص هو سؤلوه دبوا فيري. الرابع عشرة وهي أعجب العجب بود ومدة أول مدة حوري أعجب العجب وحليا مدة أقوياء بلون ويبر وأمكاك قصة وين وي وأما قصده قراءتهم إياها قصة قوم النحو آخرين بود وذاده ما أنت شو مشركين يوسفية يو وحنا وآخرين بود إياها قصة بآخرين في كتب التفسير بيكو آخرين والحديث بيكو آخرين ومعرفة ولي ويقان نبود بمع الكلام كلام كان ماشي قرأ ويفهم هيا لغة فرنسيس إيو تشين لغة مقرن بود عربي يقو قرنت أيقنا هو عرب معنى هذا كان ماشي قرأ ويفهم هيا نبود ومع ذلك إلهي سبحانه وتعالى حقا فانسين وما فهم هيا ما كيش مشرك لشيو عربي قريش بي أبو جهل بي هذا هيا مرك قبور لويني يدل واحد قد بي حقا زي هذا هيا كو وضم بأركي ما هيا نبود وكون الله إلهي أهاشيس وحالك لتذي بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا إلهي آمنين أن فعل قوم نوح أن فعل قوم نوح قوم نوح فالكوذي إلا السمياي هو أفضل العبادات ذلك ما أنت وحي آمنين با إن سيد قوم نوح انتي تالوي إلا السميستي وقبور لقدت كذو الله ضوافو الله باريو إنا يتي عمل كؤوانا سنأخير بذن بآمنين شركك قوم نوح يكون دعين با انتي اللي قد عاي ba hadana la aaminsan yahay inuu yahay sheyga u khair badan oo wanaagsan waxaan soo gaarnay ayadoo la leeyahay ninkii qabriga sheekh uu isku dhawaafay todoba koor man taafa bi qabri fa kaannama hajja baytul ihram todoba goor ninkii ku dhawaafa qabriga saa ugu wareega wuxuu lamid yahay asagoo soo xajiyay bil ajr yahay saadaas baabuurka ma ka saarantahay ba 19 ama 60 ba saaranta adoon ka digin bal ugu wareejinaya laga ma degi jirin baabuurka wariga baabuurka dawaafay maal darawalka maal grishbeega wuxuu dhanba maal daniga maal dalka saaraba dawaafay idan shirkiga la dirkiisi waxa la aaminay inuu yahay min aqdam alqurabat musiba wa yaani dadku dhanba la dhalan badali wala rogi dayib maladi uwayso salaam aleek baa lagu soo gali jiray salaam aleek maladi uwayso salaam aleek baa lagu soo gali jiray cuskadka aan cuskareynay uwayso ayo salaam aleek ما كان لتجي لتجا هينا مع السلامة لورنس ملادي أويسو مع السلامة ملقي جت كتير طيب معه بلد كسبرة وبدي بدي بيقولوا ببا أويسو برا كيسين نبى لورنس يعني ما يشوف كل شيء وحياة هيد برا وكل شيء ما يشوف كل إنت لو حوالين وبيقولوا ببا أويسو إنه بيبا ولا لا مثلا كل نك صوص ولا يا يا اللي لو بيباي ببا أويسو برا كيسين qabaalka qaar kood ugu go'do duqanan tuufa kaday oo aan dabay meelo ka baxay laayni ba dhawu biibay lama arag meelo dhawaa meelaha ku cunay gadiin duqi waa la wuu biibay kulay muu biibay markuu yaraa wuu biibay waayo markuu hada cudushka noqday indhaha beelay oo cataa dabay carurta noqday buu duulaya laba tan jirgis muu duul waay kulli waa wada fagaa dhawaa meelaha ku cunay musibo wey waa'taqadu hayna wali barumeeyeen anna nahya allah ilahi reebidu reebay an ibadati ghayri allah ureebay يا ورسوله رسولك نهي الله ورسوله يا رسولك إلهي وحو كره بأمده شركة أها فهو الكفر المبيح للدم والمال وحو ليه يا شيخه إلهي سبحانه وتعالى أمده محو كره بشرك نبي محو كره بشرك شركة أساقها ما أنت تضع أمده كره بتبولي ليه قد الله برنسانها يا بول فهو النهي أساقها ما أنت نكو إستاقها أما أمده كره بأي فهو الكفر ووقال نبولي المبيح بنينس للدم والمال واساس
وذاته يري وروحا وما بنا وقالمه وكفر وشرك نبي جديد والله جديد وكتاب جديد وسنة جديدة له جوجي بدبل ولف بنو الله إلى يومنا هذا هو قالمه دي يشرك يجي والنبي يقول إلهي بأمضى يكره يبين نينك ما أنت مذهب كأمة له أمضى شرك كلاط قالمه إلهي نكحره ولا الله قالمه يقول وحلا آمين إنه قال هي ليكس والله بنسانية نفس الشيء بعد عروض الشيخ محمد أبو أردريجي يرك كفر عمي وذاتي حل قاتش وحدا قالوا هاللهي واللينشري مصر بين سويد وشبع عقد مرزوق إبر قديم التركيا أنتي دو شيء خلاف عثمانية أو نجد أو تجمع بيركز والله يوم ولي بين الإمام أنتي سوق بتين بين أنقرة كوجورعين إسطنبول سوق توحيزني إذا هو ورلا يقانوي شيء أيضا سيد أم بيقول له قول لي بالوجود اللي مركب أنا كده قاعد أتكلم بعين الخامس عشرة التصريح عظيم بكوشة اللجوء عدي بأنهم أيجو لم يريدوا أن يسندون إلا الشفاعة قوم نوح يا مشركين تي قوم نوح يا عربي أوليدا يا سادتك دبتها جنتاي وحيكره بين أن كلية إن أرجيا مالك قيامة شفاعة بكره وحكلوا يكدون هين ما أجره محي وإلا كانوا مقرين بأن الله خالق السماوات وأنه الرازق وأنه محي وآمن زنيه السادس عشرة ظنهم ملايين وملايين وي ظنهم تاينوتشو حلي قبل قاري هذا بالله أتوفيق